السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعضاء متابعي قناة أرباح من الإنترنت، أهلا وسهلا بيكم. لو دي أول مرة برجع الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة معانا إيردروبات يعتبر بسيطة جدا، وفي نفس الوقت هنبتدي ببونص قوي. بس البونص ده الخمس أشخاص محظوظين، يعني ممكن يبقى أنا، ممكن يبقى أنت، ممكن يبقى حد بإذن الله يكون حد معاه باقي قناة إيه كسبان فيه. وانتهز الفرصة، أنا بثق في الجروب ده او المجموعة دي. هي على العموم الاردروب مرتبط بمنصة كوين بس بالفريق العربي بتاعها، تمام؟ فالمنصة عاملة جروب خاص بالعرب، فريق الدعم بتاعها بيتواصلوا معاك بسهولة، مفيش اي مشكلة. انا مجرد ما سألت على الايفنت قالوا لي في ايفنت النهاردة شغالة مدة 24 ساعة، وتقريبا كل اسبوع او 10 ايام بينزلوا ايفنت جديد او مسابقة جديدة. فنستغل الموضوع ده ويبقى يكسب لينا جميعا. اول حاجة شروط البونص او شروط الايفنت المعمول، انت كل القصة هتنسيب لك لينك التويتر ده او لينك البوست ده، هتيجي تعمل فولو للصفحة نفسها، وهتيجي تعمل لايك للبوست الموجود، وهتيجي تعمل هنا كومنت. الكومنت تكتب شيء ايجابي عن المنصة او اي رأي حابب تقوله عن المجموعة، تمام؟ اي شيء ايجابي هتكلم فيه، وافضل تعليق هما هيختاروه هو اللي هيكسب. هيختاروا خمسة هما اللي هيكسبوا البونص. نبص كده على الفورم الشروط الموجودة فيه بالتفصيل. اول حاجة زي ما قلنا تنضم للصفحة بتاعتهم، هتعمل فولو، هتنضم لجروب التليجرام، تمام؟ هتيجي هنا البوست هتعمل له تعليق، هتعمل طبعا لايك، وهتعمل فولو، وهتعمل تعليق، وما تنساش هتحط 5 تاج من الاصدقاء عندك في البوست او الكومنت اللي انت هتعمله، تمام؟ المسابقة لمدة 24 ساعة. الجروب نفسه هو في حد ذاته فايدة ليك، بينزلوا مسابقات دورية على طول، واحنا كنا معظمنا مسجلين في منصة كوكوين، ساعات بتواجهنا مشاكل حاجة زي كده، بيبقى عاوزين نتواصل مع فريق الدعم. الميزة ان هو فريق دعم عربي وبيردوا بسرعة جدا بصراحة، انا جربت معاهم والناس سريعة في الرد، مفيش اي مشكلة معاهم، تمام؟ يبقى ده كده الحدث اللي معانا، وبإذن الله برضو ايه نعرض لهم شيء اكبر من كده ايه على بداية شهر 4. نخش بعد كده على تاني اردروب معانا، ده يعتبر راوند 2 من عملة سو، تمام؟ العملة نفسها كنت لسه شرح لها من حوالي 4 5 ايام اردروب. الرصيد وصل لنا بالفعل هو المحفظة، لو بصينا وصلنا رصيد حوالي قطعتين او قطعتين من عملة سو، تمام؟ ولسه العرض او الاردروب مستمر، وطريقة التسجيل سهلة مفيهاش في اي مشكلة. فكرة التسجيل في الموقع زي ما بقول كل مرة، اللينك اللي هسيبه لك هتحط الايميل في اول خانة، هتدوس سيند كود، هيبعت لك على الايميل كود، هتحط الكود، هتلاقي نفسك لوج ان على الجروب، ولا محتاج تسجيل ولا اي حاجة، انت بتسجل عن طريق الايميل بيبعت لك كود كل مرة، تمام؟ بتيجي على اول خطوة على بيرسونال سنتر، اول حاجة بتيجي هنا بتعمل ادت لرقم المحفظة بتاعتك، محفظة اثيروم وولت عادي، او ممكن تحط ميتا ماسك، ممكن تحط ماي تراست وولت، اي حاجة فيهم، ايوه اي محفظه من المحافظ اللي احنا بنستعملها في الدروبات، بس انا بفضل ماي ايثر والت، تمام؟ هنيجي بعد كده على اكونت بيندنج، هتعمل حاجتين، هتربط اول حاجه حساب تويتر، تمام؟ والربط بتاع تويتر سهل مفيش اي مشكله. بعد كده بالنسبه لجروب تليجرام بتلي بيديك شيئين، اول حاجه بيديك بوت على التليجرام، ده بتروح تفتح البوت ده اول جزئيه، وتحت البوت بيبقى فيه كود، الكود ده تاخده وترميه بس جوه البوت، خلاص كده انت عملت لينك للجروب تليجرام او التليجرام الخاص بيك. نرجع هنا الايفنت هوم بيج، خلصنا هنيجي هنا اول حاجه هندوس على كلمه تليجرام، هنيجي ننضم لجروب تليجرام بتاعهم على نفس التليجرام اللي انا انضميت له. نرجع تاني، ممكن من هنا مش مستاهل، يعني ممكن تخش هنا على كلمه تويتر تبقى ظاهره معاك دايما، تمام؟ هنيجي هنا ننزل تحت الصفحه بتاعتهم بتاع تويتر، هندوس عليها بالشكل ده، هتيجي تعمل فولو ما تنساش، لايك وريتويت الاول بوست، وبالصدفه لو انت لقيت زي انا ما لقيت كده ان البوست عامل حاجه اضافيه، بيقول لك سبونت كذا، لا بيتكلم لا على نفس الحدث، تمام؟ مش عامل حدث اضافي، ساعات بيعمله بجانب الايردروب اللي هو موجود على وي بونتي، بيعمله على التويتر بتاعهم ايفنت خاص، بس المره دي لا مفيش ايفنت خاص، تمام؟ نرجع بعد كده الايردروب، انت بقى بتستنى، انا حاول طبعا تراجع رابط الحاله. مبدئيا الرصيد بيوصل بدون رابط احاله، انا معيش اي احالات هنا، وصلني رصيد، معيش ولا احاله، وصلني رصيد،
قطعتين، على الاقل هيوصلك قطعتين. العملة دي بإذن الله نازلة منصة وقوية. نخش بعد كده على الايردروب اللي بعده. تمام، ده المنصة اللي انا شرحتها امبارح، ده البونص بتاعها. انا فعلت زي ما قلت لكم، فعلت على فكرة تجربة عشان في حد صديق ليا استاذ ابو اسلام فعل بالبطاقة، فانا جربت مجرد فعل بالبطاقة مع اني معايا باسبور، بس قلت عشان ايه الناس برضه اقدر اقول للناس اذا كان ولا. فعلت بالبطاقة ووصلنا رصيد بالفعل، وصلنا 2000 قطعة من البيتكوين او 2000 ساتوشي طبعا. وصلني اتنين كام 200,000 دي ولا 20,000 ساتوشي من الاثيريوم، وصلني 20,000 من ريبل ساتوشي برضو، وصلني 100 قطعة من اللي هو الروبي الهندي. وصلني ايه تاني في عملة برضو وصلتني، وصلني حاجة اسمها بي تي ار اير اللي هو بيتكوين ريجولار، العملة دي اللي خاصة بالمنصة. طب كويس، انا افتكرت انا معايا على فكرة محفظة بيتكوين ريجولار، كنت مسجل في العملة دي من زمان جدا ومعايا رصيد منها كويس، معنى كده ممكن ابيعه هنا. لو كان حد مسجل معايا في الايه المحفظة دي انا هدور عليها النهاردة، ولو كده لقيتها على كل محتفظ بيها مرميتهاش عشان العملة كنت فاكرها ضعيفة. تمام، فلو لقيتها برضه هعلن للناس بكرة، ولو كان حد مشترك معايا هقول له ازاي اسحب على المنصة دي. نيجي برضه من الكوين، مديني حوالي 20,000. تمام، مدينا حاجة كده اهو، مدينا اهو 10 مليون من ساتوشي من عملة اسمها انديان بابليك كوين او LBL. تمام، فالبونص كويس قوي. تمام، فاشتغلوا عليها وحاولوا تروجوا لها، وفيها فوتينج عشان ينزلوا فيها عملات وحاجات زي كده، ده جميل. لو في اي حدث برضو تبعها هوضحه للناس. على فكره انت ممكن تسبقني المنصات، تابع المنصات، انت ممكن تيجي انت يا جماعه الناس المشتركه معايا تيجي تقول لي محمود مثلا في عرض نازل على منصه كذا، ازاي خليك شغال على المنصات. بمعنى هتخش هنا على تويتر مثلا بتاعهم، هتفتح تلاقي تويتر عامل عرض جروب تيجرام زي كوين، اكتشفت مثلا بالصدفه ان ايه، لا كوين انا اسف، من ابو اسلام هو اللي عرفني بيها بصراحه، عرفني هو على الجروب ده فعشان كده اشتركت فيه. تمام، في اي منصه تانية بتخش على تويتر الجروب بتاعهم ده، فعلى خش خليهم كده ثابتين عندك المنصات الجديده او المنصات اللي هي اللي برضو القويه القديمه، تتابع اخبارهم وكده. ساعات بتلاقي حدث نزل مره واحده على الصفحه الرئيسيه. تمام، انت تعرفني انا اعرفك مره، هكذا. نخش بعد كده على اللي بعده. لاخر مره بحاول، واحنا خلاص فاضل 10 ايام على نهايه الشهر، العرض شغال معانا لغايه اول 4 يا جماعه. استغلوا المنصه دي او العمله دي. العملة دي بتتكون من جزئيتين، أول جزئية هي مبدئيا كده كده أنت هتاخد رصيد، سيبك من إن هو السعر ابتدى يرتفع يرفع النهاردة شوية، هنقول أنت بتاخد 1200 قطعة تقريبا منها، 1200 قطعة بإذن الله لو أنت سبتهم ممكن يبقوا معاك 100 دولار، يبقى أكتر من 100 دولار. هما حاليا تقريبا سعرهم حوالي 15 دولار أو 16 دولار، لو حتى على السعر الحالي استفاد. سجل في المنصة، روج لرابط الاحاله على منطقة الاسره. انا مش هقول لك الناس اللي ما تعرفش تروج لرابط الاحاله، رابط الاحاله بتاعهم على منطقة الاسره. امسك موبايل كل واحد من العيله عندك، خش سجل عن طريق الاحاله بتاعتك الاصليه كده، انت ضمنت 5 احالات. هتاخد على كل احاله 300 قطعه تقريبا 300 قطعه على ما اظن، يعني هتجمع كده من عن طريق الاسره بس، ممكن لو قلنا الاسره 5 اشخاص جمعت حوالي 2000 قطعه، يعني بنتكلم مثلا في السعر المستقبلي حوالي 200 دولار. تمام، نيجي بعد كده للموقع ده، انا شرحته كذا مرة، الموقع ده قوي جدا والعملة مضمونة 100%، عملة اسمها دانت كوين. هي العملة مرتبطة بشركات الاسنان او الرعاية الصحية تبع الاسنان، بس عملة موجودة في كوم ماركت كاب، وبتدي حسب السيرفي بتاعتك. هو لسه عامل سيرفي النهاردة، خدت فيه $0.5 بسهولة جدا. تمام، ممكن تسجل عن طريق الفيس عادي فيها، عاوز تسجل عن طريق كيفيك، كيفيك ده برنامج بينزل على الموبايل، مواقع كتير دلوقتي بتطلبه عشان ايه تخش تشتغل في المواقع بتاعتها، فممكن تسجل اسهل حاجه بالنسبه لك فيسبوك. اما انت بتسجل دي واجهه الموقع بعد ما بتخش عليه. تمام، عاوز تجيب الشغل اللي انا بقول لك عليه بتجيبه منين؟ هنا متذكر، ثانيه واحده، ماي اكونت، انا منتظر طبعا مش هبيع العمله بالسعر ده عشان انا معايا حوالي منها 100,000 او 130,000، هسيبها عشان العمله سعرها اعلى من كده، بس عشان السوق اعلى من دولت. تمام، دخلت اهو على الصفحه الرئيسيه بتاعتي من هنا، ماي اكونت. تمام، باجي هنا بشتغل السيرفي، تيك سيرفي. تمام، ادي السيرفيات اللي موجوده قصادي، قصاد كل سيرفي، سيرفي سيبك من هو بياخد، لا بقول لك 22 دقيقه، انا بخلصه في 5 دقائق او اقل، تقريبا 4 دقائق، يعني اقصى حاجه خدت معايا 5 دقائق. ده بيديك قد ايه تقريبا، دي كده 100,000 قطعه، ده 140,000، ده اعلى
تمام. ده حاسب معاك سيرفرات كتير واسعار مختلفه، هي اشتغل عليها براحتك وبتتغير كل يوم تقريبا بصفه يوميه. الموقع مضمون وسهوله قوي، يعني السيرفر اللي بيسالك عليه في ايه، يجي مثلا يسالك لو انت مش عارف الاسئله بالانجليزي حول اعمل ترانسليت للعربي من جوجل وترجم الشغل او الصفحه تظهر لك بالعربي، تظهر لك الاسئله واجابتها بالعربي تمام. النقطه بس اللي انت تركز فيها وانت تاخد السيرفي، بيجي دلوقتي يسالك سؤال مثلا، كان السؤال النهارده ساله لي يكرره ايه مثلا الشركات اللي تفضلها مثلا في شراء اللي هي معجون الاسنان، كتب لي كذا اسم تمام من ضمنهم سيجنال 2. وبعد كده يجي يسالك السؤال اللي بعديه، ايه هو اجابه السؤال السابق اللي انت اخترته، بيعمل تريك عشان يتاكد ان انت هيومن او لا. فانا ببقى مركز في الاجابات اللي انا بقولها، ما بختارش اجابات عشوائيه، يعني ركز في ايه وانت السؤال اللي بتساله تجاوب الاجابه بتاعته، عشان ممكن يجي بعد كده برضو ما يسالكش على الاجابه، لا يسالك على السؤال نفسه، السؤال اللي فات كان ايه، كان ايه افضل الشركات، او يديك اي كلام قريب من نفس المعنى. فركز بس في الايه، في الاسئله اللي هو بيسالها عليك، وبتخش منك 4 5 دقايق بتلاقي السيرفي خلصته وتجمع منه الرصيد من اهو، عمله مضمونه جمعها وما تبيعهاش دلوقتي، ما تبيعش خالص دلوقتي، ما انصحكش تبيع حاليا، بعد شهر 6 اشتغل بيها. نيجي بعد كده المنصة اللي هي بروبايت الكوري تمام، في منها ايه بروبايت، في منها موقعين والاتنين اللي شركة واحدة بس دي الكوري تمام. هتسجل فيها دي كده اول جزئية. هنيجي بعد كده ممكن تشتغل على فكرة برضو، لا ممكن هسيب لك الانجليزي، يعني مش شرط الاتنين حاجة واحدة عشان ما تعبش نفسك تمام. هتسجل اول حاجه بس بروبايت دي اول جزئيه. هنيجي بعد كده هنا ده الاير دروب بنفسه المعروض، هيديك رصيد من عمله اسمها فيفي كوين او الخسار بتاعها سي في 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 سي. المطلوب منا ده الفورم تمام، المهام مش موجوده في الفورم، موجوده هسيبها لك انا بره. اول حاجه طبعا منك طالب منك الايميل في المنصه اللي تكون مسجل بيه، بعد كده لينك البروفايل بتاعك على الفيس، وهنا اخر حاجه لينك البروفايل بتاعك على لا يوزر تويتر بتاعك مش لينك بروفايل، يوزر تمام. المهم كالتالي، هتعمل هنا هتلاقيني سيب لك انا الصفحه بتاعتهم على الفيس، هتعمل لها فولو تمام، هتعمل الصفحه بتاعت المنصه نفسها فولو، بعد كده البوست ده على تويتر تمام، هتيجي تعمل هنا برضو فولو بالشكل ده تمام. طيب خدت كده البونص، هو البونص على فكره مش كبير عشان الناس ما تفكرش، هي سعر عمله نازل فالمبلغ تقريبا هيبقى 2 دولار او 3 دولار بس، المهام سهله عشان كده حطيته، ونحاول نستغله ونسيب العمله برضو. نيجي نفس الفكره العمله اللي بعديها برضو مرتبطه بالمنصه بروباي، العمله اسمها اين او نستين تمام. المطلوب مننا نفس التلاته، هتملى البيانات بتاعتك بنفس الايه اللي فات، هتبقى هي نفس المهام تقريبا، هتعمل برضو فولو منصة بروبايت وفولو للصفحة بتاعتهم على تويتر نفس المهام بالظبط، مش تعمل جديد، وهترجع تحط اللينكات بتاعتك هنا تمام. خش بقى كده على الدروب اللي بعده، ده عملة لسه صاعدة فالدنيا بتاعتها مش ظاهرة، بس يعني متعشم فيها خير. مبدئيا اسم العملة اسمها كنايت جولد، على فكرة التوتال ليها عقد ذكي، يعني ممكن تاخد اسم العملة، خد اللي عاوز اسم العملة مش الاختصار بتاعها، وهتلاقي العقد بتاعها موجود في الايزر سكان ده، انا رجعت اتأكدت منه تمام. العملة لسه شغالة في اولها خالص، لسه يعني بيقولوا يا مسهل يعني هنشتغل عليها دلوقتي وما تسألنيش فيها قبل 3 شهور او حاجة زي كده، بس جمع دلوقتي، هم متوقعين لسعر العملة بتاعتهم من 50 قطعة بيساوي 100 دولار. يا مسهل يا رب. المهام المطلوبة سهلة جدا، انت كل بعد ما بتحل الكباتش هنا تنضم لاتنين جروب تليجرام، وبعد كده بيطلب منك ايه محفظة سوريا الموالد بتاعتك مش اكتر من كده، وبتراوغ رابط الاحالة بتاعك بس كده، هو ده الايردروب. بالنسبة لعملة مورفير، عملة صادقة 100%، اخر فرصة النهاردة او بكرة، اخر حاجة لاست تايم، اخر يوم معانا اللي هو ايه بكرة بإذن الله، اخر يوم بكرة في التسجيل معانا، بعد كده خلاص هيقفلوا الايردروب وهنشوف هنلم العملة بتاعتنا ازاي. هتيجي هنا الناس اللي مسجلتش، على فكره الرصيد هتاخد بونص من هنا لو انت سجلت انت لوحدك 60 دولار مضمونين، وعلى كل احاله 30 دولار. دوس هنا كلمه كلايم توكن، اوتوماتيك هيبعت لك على الايميل لينك، هتدوس اللي هو لينك التفعيل، وفي نفس الوقت تفعيل وثائق، يعني هو بيحولك على صفحه تحفل تفعل الوثائق بتاعتك على طول، والتفعيل بتاعها مش صعب سهل يعني تمام. بتيجي هنا خلاص سجلت وفعلت، لو انت وصلت للمرحله دي يبقى انت سجلت وفعلت خلاص تمام، بتاخد رابط الاحاله بتاعك وحاول تروج له بكره باذن الله او النهارده وتشتغل عليه ايه على قد ما تقدر. تخش بعد كده على الدروب ده، كنت شرحته او لا ما شرحته، انت ممكن تقريبا سبت اللينك بتاعه.
اير دروب ده ستارت 10 ابريل. لا ده هتنزل تداول هنا، دي الفترة اللي هتنزل فيها تداول، هتنزل تداول في منصة اسمها بيت بلينكس يوم 10 ابريل، وهتنزل تداول في منصة ايديميك او ايديك لا اي دي سي ام يوم 17 ابريل، وهوبت ايرلي ماي اخر لا اول هتنزل في منصة هوت بايت في اول شهر 5. تمام، فاحنا بنجمعها للمستقبل. التارجت بتاعهم هما بيبيعوا حاليا العملة سعر القطعة الواحدة بيبيعوا ب5.5 دولار، والتارجت بتاعهم ان هي تنزل في التداول بدولار. تمام، العملة بإذن الله عملة كويسة، فاشتروا على قد ما تقدروا. احنا هناخد منها 50 قطعة لو انتظرنا لغاية لما بإذن الله ينزلوها في هوبت والسعر دولار، يعني 50 دولار. هننضم لجروب تليجرام أول وتاني، فولو على تويتر وأول بوست لايك وريتويت مع كومنت، فولو على الفيس، انضمام للجروب السبونسر. الاسباب بتاعنا هنحط هنا يوزر التليجرام، وبعد كده هنا لينك بروفايل تويتر، لينك بروفايل. تمام، بعد كده هنا هنحط لينك بروفايل فيس، بعد كده رقم محفظة الاسرائيلي والمولد بتاعتنا، بمعك 50 قطعة من عملة الان تي ار، وعلى كل احالة بيدينا قد ايه. هنا في احالة سجلت معايا اعرف الفرق، على كل احالة 10 قطع. تمام، نخش على الاردروب اللي بعده، عاوزين نركز فيه مع بعض. هو كاير دروب على جروب تليجرام سهل، ما فيهوش اي مشكله، بس في نقطه ممكن تكسب بيها رصيد زياده، وهيوضح لك في نفس الوقت ان العمله قويه او باذن الله ابتدت تشتغل كويس. يعني سيبك كده، انا حليت كذا مره انك كواتش غلط، ساعات الواحد بيجي على اخر اليوم كده الشغل مع شغل اير دروبات فالتركيز بتاعه ضعيف. هنيجي المهم تحل الكواتش بتاعتك صح، بعد كده المهام بتاعتنا كالتالي. انا ادوس له سبميت ديتيلز وابتدي في المهام على طول. اول حاجه تنضم لجروب تليجرام اول وتاني، وتحط له يوزر تليجرام، فولو على تويتر، اول بوست لايك وريتويت، ما تنساش الجزئيه دي، ونحط هنا لينك اليوزر بتاعنا او اليوزر بتاعنا. بعد كده بيقول لك البوست اللي انت عملت له لايك وريتويت طبعا هيكون مع كومنت، فتحط له لينك الريتويت اللي انت عملتها. بعد كده بيطلب منك انضمام للجروب تليجرام بتاع السبونسر والصفحه بتاعه السبونسر. فكرتوني عشان تقريبا انا ما انضمتهاش، اتاكد مع بعض عشان انضميت لجروب السبونسر بس. لا تمام، عاملها ممكن في اردروب قبل كده. تمام، نرجع تاني. هنحط رقم محفظة الاسري والمولد بتاعتنا خلاص. بعد كده انت بتاخد على كل حالة 250 قطعة، والاردروب نفسه بيديك 2000 قطعة من عملة تي ام. تمام، لسه بدري على التوزيع بتاعهم، وذاكر هنا متأكد الاول. لا مش مذكور امتى توزيع، ممكن ابص على الجروب بعدين او بقول لكم انا. بس الجزئيه بقى اللي انا عاوزكم تركزوا فيها معايا وهتثبت لكم قوه المعامله. العمله مبدئيا هي عامله تصويت ليها على منصه ساتو اكسشينج، منصه حلوه كويسه والسعر فيها كويس، وهم بيبيعوا او بيبيعوا العمله عليها عمله، لا مش بيبيعوا، ده عمله ستاك. تمام، هم بقى عاوزينك تصوت لهم على منصه ساتو اكسشينج في مقابل قد ايه، 500 قطعة هيدفعوا لك وقتي من عملة تيمب لو انت بعت الاثبات ان انت صوتت العملة للجروب التليجرام ده. تمام، يعني خلاص انت خلصت الاردروب، تعالى بقى الناس اللي معاها فلوس. ليه الناس اللي معاها فلوس؟ هو الفلوس مش كتير، يعني حاجة بسيطة، هفتح لكم المنصة اوضح لكم. تمام، اول حاجة المنصة سات اكسشينج انت ما بتسجل فيها، معرفش الايفنت بتاعها موجود ولا لا، هناخدها خطوة خطوة، ممكن نستفاد من ايه من الايفنت بتاعها بالمرة واوضح لكم الدنيا. خش على ماي اكونت، لا لسه الايفنت موجود. تمام، اشرحه لكم بالمره، في ناس كتير ممكن ايه ما استفادش منه. هتيجي بعد ما تسجل في المنصه تخش على ماي اكونت زي ما دخلت كده، شايفين فين البوست ده، تيجي تعمل له ايه زي انا ما هعمل كده بالظبط. ستأكد your tweet has been favorite your ماشي. تمام، هتيجي هنا كده كده انا ماشي صح، ماشي صح جون. تمام، الكود ده هتاخده، شايفين الكود، انت خلاص عملت الريتويت اهو، المفروض الكود ده تاخده وتحطه في جروب التليجرام بتاعهم، ده فيه بونص، وحته التويت اللي انا عملتها فيها بونص تاني. يعني هتنضم جروب تليجرام، جروب التليجرام بتاعهم تجيبه منين؟ ممكن تجيبه من الصفحة الرئيسية، يعني ممكن ترجع للصفحة الرئيسية هتلاقي جروب تليجرام بتاعها، هرجع له دلوقتي. ده كده بونص من المنصة ليهم، عملة خاصة بيهم مش عملة ستاك نفسها. تمام،
كده احنا ضمننا ايه البونص بتاع المنصة اللي هو تقريبا مش عارف 1000 قطعة دلوقتي او 500 قطعة، مش عارف قد ايه بالظبط. المهم ليهم بونص من عملة الستوك الخاصة بيهم. تمام، بقى نرجع لايه، للدروب انا كنت بكلم عليه تيمبو. ليه قلت للناس اللي معاها ارصدة؟ عشان انت لازم تشتري رصيد، تشتري، ما ينفعش البونص المجاني تعمل بيه، تشتري رصيد من عملة ستاك اللي انا بتكلمكم عليها دي. تمام، هتشتري مثلا بحوالي قد ايه، 100,000 ساتوشي؟ لا مش هتشتري ب100,000 ساتوشي، بس لازم عشان تعرف تحول المنصة دي على الأقل 100,000 ساتوشي مثلا من البيتكوين. خلاص، نيجي بقى ايه، لو هتعمل المهمة تخش على كلمة فوت من هنا، فوت كوينز، في ضغط جامد على على التصويت، فتقريبا في اختصار الوقت ايه الفيديو. تمام، المهم انت تخش هنا على فوت، هتلاقي ايه رصيد يبقى كميات كبيرة من العملات، تكتب اسم العملة بتاعتك اسمها تيمب. تمام، لو انت طبعا بس لازم تكون مشتري طبعا رصيد من عملة ستاك زي ما قلت لك. تمام، هتخش تصور للعملة، تصويت عليها، تدوس عليها كلمة فود وتاخد سكرين شوت للتصويت بتاعك وتيجي تبعته للجروب تليجرام ده. مجرد ما تبعته معاه رقم محفظتك على المنصة، ممكن تجيب المنصة ممكن يبعت لك على محفظة ايسر الموبايل بتاعتك عادي، مفيش أي مشكلة. تمام، هيبعت لك 500 قطعة وقت ما في من عملة تيمب. نخش بعد كده على الايردروب اللي بعده، او مش ده ايردروب، ده يعني زي خبر للناس اللي ما كان معاها اشتغلت معانا على عملة ابولو قبل كده، بس عملة ابولو دي قديمة قوي يعني، ايردروب قديم. انا عن نفسي محتفظ برصيد ما بعتهوش عشان كنت عشمان فيها. دي المنصة نفسها او العملة اللي عملة ابولو عاملين زي اكسشينج خاص بيهم، اللي معاه رصيد من العملة ممكن يخش يبيع هنا حاليا. هما بيبيعوا في مقابل كان كام عملة، عملة البيتكوين والاثيريوم والبيتكوين كاش ودي ابولو نفسها والدولار واليو اس دي تي. تمام، فده اللي معاه رصيد من عملة ابولو هيخش يسجل، هسيب لك رابط التسجيل برضو، هتسجل هنا، هتبعت رصيدك، تعمل دوبيزيت للعملة. في ناس محتفظة بالعملة لسه على المحفظة بتاعتها، وفي ناس محتفظة بيها في منصة، بس هنا يعتبر ده أفضل سعر، بيبيعوا بسعر كويس. تمام، فهتاخد ده عنوان العملة اللي هتبعت عليه. تمام، وده الميمو لو انت كنت بعت الرصيد على منصة فلازم بتحتاج الميمو. اوكي، الميمو اي دي لو انت كنت بعت الرصيد على منصة وعاوز تبيعه، ممكن تسحبه من المنصة وبعته هنا بيبيعه بسعر افضل. تمام، نيجي بعد كده اخر زي ما اتعودنا نبص معانا، بتالي ما فيش حاجة وصلتنا جديدة غير معانا عملتين، عملة البي سي تي وده برضو من الدروب الخاص بمجموعة وي بونتي، ده الرصيد التاني وصلنا اهو. تمام، وصلنا الرصيد من اردروب، ده كده خبر للناس اللي مش متذكر اذا كان طالب ضريبه ولا لا، بس اتاكد هرجع الاردروب نفسه، ده اردروب كنت لسه شارحه قريب اللي هو خاص بعمله اسمها كنستو، او كان طالب ارسال ضريبه. تمام، الرصيد وصل مع اني كنت بعت من كام يوم. الرصيد اللي كان طالبه 0.0012، ده حاجه بسيطه جدا يعني بنتكلم تقريبا في 20 سنت حاجه زي كده. تمام، فاللي حابب يبعت الضريبة بتاعت الإثيريوم ويستلم رصيد الإيردروب صادق ويبعت الرصيد بعد 3 أيام، زي ما قالولي هما بعتوا رصيد بعد 3 أيام، بس كان أقل من تقريبا يومين، خد معايا يومين. تمام، فاللي حابب يبعت يبعت مفيش أي مشكلة، وزي ما عودتكم بسيب لكم إيه، بأكد عليكم مواقع التجميع اشتغلوا عليها الفترة دي، مواقع التجميع أجمل فترة تشتغلوا عليها وبعيد وزيد، وأنا تلاقوني سايب لكم في كل فيديو عندي اخر كل فيديو فاوريكم كده الدنيا. تمام، اي فيديو بشرحه بتلاقيني اول حاجه ببتدي باللينكات الخاصه بالموضوع اللي انا شرحته نفسه، ولو في اضافه بضيفها برضو مع اللينك ده. تاني حاجه بتلاقيني سايب لك تحتيها المجموعه دي، انا بشايف منها سواء شرح محفظه ايثيريوم والت عشان الناس اللي ما عندهاش فكره، في ناس ما عندهاش فكره عن المحفظه وكان سالوني كذا مره وانا كنت قلت هعمل فيديو، بس انت ممكن ترجع للفيديو، الفيديو انا موضح فيه حاجات كتير. تاني حاجه توضيح بعض النقاط، كمل الموضوع بتاع محفظة ايثيريوم مولات، وبعد كده تلاقيني شارح محفظة ترون وويف، المحافظ اللي بنستعملها عامة يعني. نيجي بقى ايه فين الموضوع اللي انا عايز اكلمكم عليه ده، انا ناسي احط اللينك بتاعه، ثانية واحدة. تمام، لا ده انا اللي كنت بنسى احط بقى اللينك بتاعه، فهضيف لكم هنا حلقة كده او فيديو انا كنت عامله خاص بالايه التجميع بس، ومجمع فيه في اللينك بتاعه اللي بسيبه تحت الفيديو مجموعه اللي هي افضل مواقع تجميع عملات، يعني انا شايفها دي افضل مواقع او اتعاملت انا معاها بتجمع بصدق وفي نفس الوقت بتدي مبالغ كويسه. هسيب لكم لينك برضو الفيديو بتاعه تحت عنوان ايه اربح $100 شهريا. تمام، ده كده كان اعتبر اخر حاجه معانا النهارده، اتمنى يا رب يكون شرح عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.